مالك؟ سكت كده ليه؟ مفيش. اسمعك، مستنيكي تخلصي كلام. خطوبة ايه اللي انت عايزه تفركشيها نبيل؟ عمو محسن عارف اللي انت بتقوليه ده؟ رامي، بابا مش هيسمح بينا تاني ولا هيجبرني على حاجة تاني. وريح نفسك، هو مش هنا. أنا أفهم من كلامك إن هو موافق. عشان كل حاجة بقت واضحة. إحنا دماغنا ما بقتش متركبة مع بعض، وكمان أنت ما بقتش بتقدر تتحكم في تصرفاتك. خلينا ننهي كل حاجة بالشياكة وهنفضل صحاب زي ما كنا. ده آخر كلام عندك؟ بقول تكمل أنت شوي لحد ما أدخل المطبخ وأجي تاني. حاولت أتهرب منه واتحججت إني داخلة الفيلا أجيب حاجة. ما كنتش متخيلة إنه هيتجرأ ويجي ورايا، ولا متخيلة إنه هيعمل اللي عمله. إنت إيه اللي دخلك هنا؟ إنت عارفة إيه اللي دخلك؟ في إيه يا رامي؟ أنا ما بحبش كده. خلاص والله مش هعمل حاجة. إنت وحشتيني. قلت لك أنا ما بحبش الأسلوب ده. ابعد عني وحشتك إيه يا رامي؟ قلت لك ابعد عني. إنت مجنون بتعمل إيه؟ هربت منهم وجيت على الدور التاني. طلعت اجريهم وقفلت على نفسي باب اوضتي. ما كنتش مصدقه اللي بيعمله، ولا مصدقه ان هي اللي اختارها لعلاقتنا. تمام، اعمل لي امر ضبط واحضار لرامي اسماعيل الطحان. طب ما عندهم حق يا سليم. هو انت حضرت التحقيقات؟ لسه. حلو قوي، ماشي، سيب لنا بقى القضيه دي. انت لقيت كفايه قوي لحد كده؟ ده احساس بالذنب ولا ايه يا سليم؟ اوعى تكون وافقت تيجي تقابلني عشان تقول لي كلمتين في عضمي واقعد اعيط وكده. لا يا حبيبي، انت اكتر واحده عارفه كويس انا خسرت ايه. وانا كان ممكن اطربق على دماغك الدنيا يوم ما طردتني على فكره، بس انا سكت. ولما قفلت تليفونك انا عفرت وعرفت اوصل. القضيه دي بتاعتي يا سليم، وزي ما بوظت لك حياتك سيبك اصلحها لك تاني. ازاي ازاي دي بتاعتي انا مش بتاعتك؟